تحية لكم وتحية لمشاهدينا الأعزاء. احتفالية كبيرة للسينما وتحديدا للسينما المغاربية من خلال تنظيم النسخة 13 للمهرجان الدولي للفيلم المغاربي هنا بوجدة. برنامج هذه الدورة يتضمن عروض 9 أفلام طويلة وذات العدد للأشرطة القصيرة، إضافة بطبيعة الحال لأنشطة ثقافية موازية تتمثل في ورشات عمل، موائد مستديرة، وماستر كلاس من تقديم كبار صناع السينما المغاربة العرب وحتى على الصعيد الدولي. للمزيد حول هذه التظاهرة السينمائية الوازنة يسرني أن يكون معي المدير العام للمهرجان سي خالد سلي. سي خالد، أهلا وسهلا بك. مرحبا، مرحبا بقناة ميديا، مرحبا بكم في وجدة، وكنشكركم على هذه التغطية. أهلا وسهلا بك سي خالد. يعني المهرجان اليوم وصل للدورة 13، وهذا بحد ذاته إنجاز، لأنه الاستمرارية هي جزء كبير من النجاح. طيب، ما هو جديد أولا هذه الدورة؟ الحقيقة أن الدورة فيها شيء من الاستمرارية، ولكن هناك الجديد. الجديد أننا كنا في واحد تيمة مغاربية صرفة 100%، ولكن بدأنا أن ننفتح على دول أخرى من العالم، وحافظنا على الجوائز المغاربية، وهكذا سيكون الإشعاع أفضل والمنفعة أكثر. هناك العديد من الدول، الأفلام هناك من السودان، من فرنسا، من الجزائر، من موريتانيا، من تونس، من مصر. إذن هناك واحد تنويع للبرامج، وحتى التكوينات واللقاءات، الورشات العمل والندوات، كلهم غاديين بواحد الصبغة عالمية. حضروا معنا ممثلين ومخرجين من العيار الثقيل، الحضور ديال عبد الرحمن سي ساكو على الأقل هذا دليل زيادة على النجوم الآخرين. بالنسبة لنا كاين واحد التوجه هذا العام حتى في التكوين، لأن مهرجان أنه يكون في مدينة وجدة وكنستقبلوا فيه الناس وتكون الضيافة ويرجعوا، خصنا وشنو ماذا سيتركون لمدينة وجدة. إذن وهذا العام كانوا حتى الورشات موجهة للطلبة ديال الجامعة، لزيكول ديال الأخر. كاين توجه جديد للبناء، البناء في مدينة وجدة. يعني سي خالد، هذا هو دور السينما، لأنه السينما لها دور، لها صوت كبير، لها تأثير في المجتمع. يعني بالنسبة لكم أنتم، يعني المهرجان الدولي للفيلم المغاربي، ما هي رسالة هذا المهرجان؟ يعني ما هو العنوان الأبرز لهذه التظاهرة؟ العنوان الأبرز، نحن نعتبر السينما هي واحد الجسر جمالي لبناء واحد الكيانات اللي تكون مبنية على الحب. سي خالد، نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المسار وفي هذا الاتجاه، لأنه السينما كما ذكرت يعني هي جزء أولا لا يتجزأ من الموروث الثقافي والاجتماعي، وهي كذلك توحد الشعوب، وهي حوار للثقافات ولغة عالمية. شكرا جزيلا. شكرا لكم، وشكرا لقناة ميديا. ميرسي. إذن مشاهدينا، كانت هذه مقتطفات من ما يحدث في النسخة 13 للمهرجان الدولي للفيلم المغاربي هنا بوجدة. لدينا مواعيد أخرى برفقتكم. تحية وإلى اللقاء.